أهلا وسهلا. مثل في العربي بالألماني كمان في حرف ال، مثلا بالكلمة لغة، ومعناتها ما لازم يكون صعوبة في اللفظ هالمقاطع الألمانية. لا لي آل إيل. وهالكلمات الألمانية كمان يقدرون تحفظون بشكل جيد. لوب بول لاب بال. بس انتبهوا لا تستعملون ال الغميقة مثل بالكلمة بترول، لأنه بالألماني غير ال الصافي ما في. وشو كمان نعرف من الألماني؟ صح، إنه الأحرف حسب كتابة الكلمة يقدرون يطالون الجملة مثل هالكلمات. آل آل فيل فل. ما في صعوبة والله. أوكي، باي باي، إلى مرة الجاي.